السلام عليكم ورحمة الله، ازيكم؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. الفنان الكبير محمد صبحي يبكي على حال الفنان توفيق عبد الحميد بعد نشر صورة ليه مع كلابه في مستوى بسيط جدا جدا، انه ما بقاش لاقي شغل علشان على الاقل يصرف على اهل بيته. تفاصيل كتيرة ورد قاسي جدا جدا من الفنان محمد صبحي والفنانة عفاف شعيب بتدعم بقوة الفنان توفيق عبد الحميد. طبعا تفاصيل كتيرة ومرض خطير جدا للفنان توفيق عبد الحميد وسر الصورة اللي هو نشرها وأيضا ما قاله الفنان الكبير المحترم محمد صبحي. خلينا نوحد الله ونصلي على رسولنا عليه الصلاة والسلام. الفنان توفيق عبد الحميد نشر صورة ليه مع كلابه، الصورة دي خلت كل الفنانين تلتفت ليه، يعني هم ما كانوش فاكرينه فيما معناه أو زي الجيل الجميل اللي اتنسى أول ما كبروا في السن أو المخرجين والمنتجين ما بقوش يبعتوا لهم إنهم يشتغلوا في أعمال. طبعا في فنانين كبار حاليا بيشيلوا أعمال ولكن ما بيحبوش يجيبوا الجيل الماضي علشان ما يغطيش عليهم، أو بمعنى تاني إن الناس تقول لأ ده دور أحلى أو دوره أفضل أو أقوى، دايما بيحبوا نفسهم يكونوا هم اللي على الساحة. الفنان توفيق عبد الحميد نشر الصورة دي وكتب أحيانا الكلاب بتكون أوفى من بعض البشر. طبعا المكان اللي هو قاعد فيه والوضع مع كلابه أكد وهو نفسه قال إنه هو محدش عاد بيستعين بيه في أي أعمال. كلنا عارفين إنه هو من فترة كان قلب عربيته لسيارة أجرة علشان يصرف على أهل بيته، وده مش عيب ولا حرام، شغلانة شريفة ومحترمة ما فيهاش أي حاجة. ولكن دلوقتي للأسف هو عنده انزلاق غضروفي وعنده وجع كبير جدا في رجليه، ما بقاش يقدر يقف أو يتحرك الحركة الكافية زي الأول، ده خلاه قاعد في البيت. لكن الكلام بتاعه أثر في فنانين كتير منهم محمد صبحي وعفاف شعيب. يمكن في فنانين من الجيل الحالي ما اهتموش بكلامه، وأيضا أشرف زكي ما اهتمش خالص. أشرف زكي يا جماعة فعلا هو نقيب المهنة التمثيلية بس آخره يروح عزاء، يروح دفنة وفاة، لكن يهتم بفنانين كبروا ويعمل لهم معاش ليه المنتجين مش بيطلبوهم؟ ما اعتقدش انه بيعمل كده خالص. الفنان محمد صبحي بقى الفنان اللي احنا عارفين آراءه القوية وردوده الحاسمة اللي فعلا ما بيعديش مواقف زي دي وبيصعب عليه قوي حال الفنانين الكبار، كتب على صفحته وهو في منتهى التأثر والحزن والزعل: مش معقول يكون ده حال فنان كبير من جيل فني وزمن فني رائع، الفنان توفيق عبد الحميد. مين يقدر ينسى العمل الكبير بتاع حضرة المتهم أبي؟ من يقدر ينسى أعماله اللي ستظل خالدة داخل الوجدان؟ ليه حاله يوصل للوضع ده؟ ليه بقينا في زمن الفن اللي كل واحد عايز هو نفسه بس؟ ليه مش بنستعين بالقوة الفنية اللي ممكن تزيد العمل الفني رونق وجمال؟ طبعا الكلام ده برضو قالته الفنانة عفاف شعيب، ولكن قالت كلام مختلف لما قالت ان احنا اللي بنعمل في نفسينا كده، احنا اللي ركننا نفسنا في فترة ما، ده اللي وصلنا للوضع الحالي. عايز اقول للنقيب المهنة التمثيلية اشرف زكي لازم يكون في دور حاسم للنقابة، لازم النقابة تتعاون ان في منتجين ومخرجين يجيبوا الناس الكبيرة دي في اعمالهم. هما بيعملوا اعمال محترمة بالمناسبة يا جماعة، يعني ما بيقدموش فن مبتذل ولا حاجات خادشة للحياء، بالعكس خالص. الفنان عفاف شعيب أدواره محترمة، وأيضا الفنان محمد صبحي، وكمان الفنان الكبير توفيق عبد الحميد. لكن ممكن نقول إن الفنان محمد صبحي بيظهر في برامج الناس بتستعين بيه بعض الأوقات، ليه مسرح باسمه، أيضا الفنان عفاف شعيب بتظهر في برامج. لكن الفنان توفيق عبد الحميد بقاله فترة مختفي تماما عن الوجدان وعن الأنظار، وللأسف اتضح أنه هو أصيب قبل كده بفيروس كورونا وحتى ما حدش عارف. ياريت يكون في معاش ليه ويكون الوضع ليه مختلف. وبنشكر طبعا الفنان محمد صبحي على دعمه القوي لبعض الفنانين اللي يستحقوا ذلك، وأتمنى من حضراتكم تدعوا لكل واحد محتاج ان ربنا يسهل عليه حاجته ان شاء الله. بشكركم جدا متابعيني واخواتي المحترمين وكل الناس اللي وصلت للحظة دي في الفيديو، عرفوني في التعليقات، عايز اشكركم جدا. سلام عليكم.